مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بقصف جوي روسي على مدينة كفرن بلبري في إدلب الجنوبي. المدير التنفيذي لشركة الحميدان الكويتية عبد الله الحميدان يقول إنه تم توقيع عقدين مع شركات سورية عاملة في قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا. دخول قافلة عسكرية أمريكية جديدة إلى محافظة الحسكة شمالية شرقية سوريا قادمة من العراق تضم 34 عربة قطعت مدينة القامشلي باتجاه مدينة عمودة. مراسل حلب اليوم يقول إن مدنيين 2 قتلا وأصيب آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مفرق قرية طويران في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، إضافة لمقتل شخص بانفجار مفخخة في مدينة سلوك. فرنسا وبريطانيا تحذران من أن المعركة ضد تنظيم الدولة لم تنتهي بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي. وصول رتل عسكري لقوات النظام إلى ناحية الدرباسية شمالية الحسكة تمهيدا لانتشاره على الحدود السورية التركية يتضمن 3 شاحنات تقل نحو 300 عنصر للنظام.